صح؟ مانيوال. خليك تحرك. نعم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه النافذة والتغطية المستمرة من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين لأحداث هدم لمنزل عائلة جردات المنازل التي يدعي الاحتلال وقوف أهليها خلف عملية حومش التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في هذه العملية قبل عدة أشهر. قبل شهر من الآن قوات الاحتلال تدخل وتقتحم بلدة السيلة الحارثية وتقوم بهدم منزل الشيخ محمود جرادات أحد من يدعي الاحتلال الوقوف خلف العملية. في هذه الليلة اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية إضافة للجرافات إلى بلدة السيلة الحارثية، قامت بإغلاق كامل مداخل البلدة وقامت باقتحام منازل الأسرة الأسير غيث وعمر جرادات بإضافة إلى منزل الأسير محمد جرادات لتنفيذ أعمال الهدم لهذه المنازل. حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال تتواجد في منزل غيث جرادات وتقوم بهدم الجدران الداخلية للمنزل. أيضا تتواجد قوات الاحتلال في منزل الأسير محمد جرادات، وأيضا هناك هدم للجدران الداخلية للمنزل. خلال هذه الليلة جرت اشتباكات مسلحة ما بين الشبان وقوات الاحتلال. أيضا الاحتلال أعلن إصابة جنديين في دهسن على يد فلسطيني في البلدة. هناك عدة إصابات حتى هذه اللحظة، يعني لا نعلم عددها بالضبط، إلا أنه هناك عدد من الإصابات جراء المواجهات المستمرة ما بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية. هناك تواجد لقوات الاحتلال على أسطح المنازل، لتواجد للقناصة على أسطح المنازل ومنع المواطنين من الدخول من كافة المداخل المؤدية إلى بلدة السيلة الحارثية. هناك تواجد لجيش الاحتلال أيضا على كامل المداخل، وأيضا تواجد كبير داخل البلدة. هذه الليلة دخلت تعزيزات كبيرة لبلدة السيلة الحارثية من قبل جيش الاحتلال ووحداته الخاصة، انتشار في كامل المدينة في كامل البلدة عفوا، وتمركزوا بالقرب من منزل الأسيرين عمر وغيث جرادات وأيضا الأسير محمد جرادات لإجراء عملية الهدم لمنازلهم. حتى هذه اللحظة هذه كامل التفاصيل في البلدة، كونوا معنا. الليلة كتيبة جنين تعلن عن استهداف للقوات أو قوات الجيش الاحتلال داخل بلدة السيلة الحارثية بوابل من الرصاص. أيضا هناك مواجهات دارت في أكثر من نقطة في داخل بلدة السيلة الحارثية. حتى هذه اللحظة هناك هدوء يعني نسبي داخل البلدة مع تواجد للجيش في الأزقة ومداخل البلدة.
إذا كما تشاهدون في هذه الصورة تواجد لجنود الاحتلال في شوارع بلدة السيلة الحارثية، تقريبا كامل المداخل والأزقة والحارات يتواجد فيها عدد كبير ومن الجيش، وإضافة إلى القوات الخاصة التي تتمركز على أكثر من نقطة وفي أكثر من مدخل. كما تشاهدون في هذه الصورة تواجد للجيش أو لجنود الاحتلال قرب المحال التجارية، إضافة لترويع الآمنين في أو الساكنين في البلدة من اقتحام للمنازل واعتلاء أسطح تلك المنازل، وأيضا الدخول إلى غرفها ونصب القناصة على أسطح المنازل. إذن هذه الليلة وخلال الاقتحام لجيش الاحتلال إلى هذه البلدة، قوات الاحتلال أيضا عززت من التواجد في المنازل كما تشهد في هذه الصورة لمنزل الأسير محمد جرادات الذي يحاول الاحتلال في هذه الأثناء هدم الجدران الداخلية للمنزل تمهيدا لهدمه بالكامل على ما يبدو. إذن الصورة كما ترون لمنزل الأسير محمد جرادات. إذن خلال هذه الليلة جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية والصحفية من الدخول إلى بلدة السيلة الحارثية. كان هناك صعوبة في دخولنا إلى البلدة حيث تواجهنا مع جيش الاحتلال وقامت القناصة الإسرائيلية بمنعنا من الدخول والطواقم الطبية إلى بلدة السيلة الحارثية. أيضا قام الجيش بمنع أهالي بلدة السيلة الحارثية من الوصول إلى منازلهم، فأعلنت بلدية اليامون عن استضافة كامل أو كافة أهالي بلدة السيلة الحارثية الذين يعانون من الوصول إلى منازلهم من المبيت هذه الليلة في ديوان بلدية اليامون حتى يتمكنوا في الصباح من الوصول إلى منازلهم.